هذه مش نقائص هذا، انا قلت لك فاش لو ما قلت بيرفكسيونيست تنجم تنجم تكون كاليتي زاد. هي انا نقولها هي كاليتي، اما كيف بدا واحد ياسر 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 هي التعب تتعبها الحكايه هذه، وانا ماذا بيا تنقص خاطر ساعه ساعه اون كروند كاليتي تولي تعبها معناها في حياتها. هذه مامية اللي نلوم عليها اكاها. بليك قالوا لي انت تعمل في تضحية كبيره، وانه لو كان مش انت ممكن مدام مامي ما توصلش اللي وصلته هذه. ترى في روحك انك تعمل في تضحية كبيره صراحه؟ والله هي كان مش مني انا مامي ما توصلش سي ترودي معناها، هو كل شيء بفضل الله تدبر معناها. حاول الواحد يعمل باللي نجم يقدر، على كل حال ديما نقولوا هي تعمل في المجهود اللي اكبر سي سيور معناها، ومرة اللي نجم نعمل كان في واجبي. تو دو فاسون انا اذا كان ما نعاونش هي شكون تحب يراوي في الاساسي لوجيك معناها. وهذه راهي مش على خاطرها تو ولات وزيره، وما يتي توجور كوم سا ملي تحضر في التيز تاعها واحنا هكا معناها نعمل اللي نجم نعمل ساعة ساعة اكثر شويه من اللي نجم نعمل. ومرة فيها ماهيش مزيه، وفعلا اذا كان نحب ما انا ننجح هي تنجح ولادنا يشوفوا على الاقل هكا كيفاش نتصرفوا ويشدوا ثنيه شويه في الدنيا معناها. يلزم تعمل هكا، يلزم تعطي مثال اقل شيء لولادك، ثم هي تستاهل باش نعاونها تستاهل باش نعاونها. لكن حضورها كزوجه وحضورها كام مهم برشا يعني، لكن في الفتره هذيا يعني علاش انا قلت لك تضحيه، الفتره هذيا ناقص الحضور هذا، كيفاش نجم معناتها تتعديها الفترة هذه؟ صحيح صحيح، هو الحضور ناقص، هي تعمل مجهود تحاول الكومبل ان بو، ساعة ساعة هي تروح مؤخر تخرج بكري، أما كيف ترجع تحاول أني تعبي الوقت هذا، تعبي الوقت على الأقل بالنسبة للصغار. بالنسبة لي نحن نعرفوا اللي فريمون فترة وتتعدى، لو تخدم في تونس راهي تخدم في تونس كل شيء عندها ثمن، كل حاجة عندها ثمن، يزمك تقدم شوية باش هي تنجم الافونس. صحيح ثم نقص مش ما ثماش، اما كي نشوف النتائج انا نتاع النقص هذاك اللي النتائج الباقي توصلها ما عادش فما نقص بالنسبة لي معناها، ما عادش بالعكس يسمى اللي هي باقية فعلا تقدم وتحل مشاكل تجيب لتونس تعمل دي بروجي. نقص وين؟ احنا ليه انت سي لطفي من نفس الاختصاص انت ومدام ماميه، فاش تنصحها يعني تقول لها مثلا في يعني وزاره البيئه اكيد عندك زاد البصمه نتاعك انت؟ والله هو رانا نتناقشوا احنا في بعض المسائل التقنيه معناها. بون ننصحها هي ما تستحقش باش تنصح في الحكايه هذه، مي انا جدي سرعه بركه في انجاز اللي يلزم انجازه. هو راهو السرعه ساعه تبدا مش افونتاج، مي مع الدقه شوي سرعه كاو، خاصه انه نعيشوا وضع استثنائي هذاك علاش لازم الظهر للعباد شنو اللي تتعمل شنو اللي باش نعملوه. وهي راه معناها ننصحها انا زاد باش خاطر هي ما تحبش تتكلم، راهي ما تكلمش او باش نعمل ولا هاني عملت سيرتو هاني باش نعمل هذيك في الواحد، اما هاني عملت ولا هاني باش تنجم هذيك الناس توقف معاه هي ما تتكلمش، تقول لك انا خدمتي كي يشوفوها العباد تو هما يعرفوا انا شنو عملت في الوقت هذا. هذاك سي ان سوفيزون، فو مونتري سكون افي، لازم توري شنو عملت على الاقل باش يتسهل لك الثنيه على الاقل. هذاك باش ننصح. وهي تسمع الكلام ولا لا؟ مش ديما خاطر شخصيتها متخليها اني تسمع كان اللي تعرفه هو صحيح 100%، اما ما ترفضش اني تسمع اما اللي تعمل به هذيك حاجه اخرى. اخر مساج كنت تحب هاي قدامك تحب تقول لها مساج؟ انا اولا هي نحسها اللي ماهيش بتقول هي بصحتها خاطر فعلا معناها تخدم لك 12 ساعه 13 14 ساعه في النهار ما تاكلش بالكدا. هذاك ما راهو بور بوفوار كونتيني يلزمها تتولها بروحها شوي، راهو مش معناها الواحد كي تولها بروحه راهو سايب مهمته ولا سايب، بالعكس كي تولها بروحه باش ينجم يكمل يخدم مهمته، واحنا معاها ربي معاها قبل واحنا معاها
وان شاء الله ربي يوفقها. يوميات مامية بنا وزيرة البيئة تتواصل في مقر وزارة البيئة. بعد شوية عندك موعد سبوزي أنه نهار لحد نحكي عليه يوم راحة يوم عطلة، ولكن عندك موعد عمل بعد شوية مع شكون بالضبط وفيش الموعد هذا فينا إطار بالضبط؟ أي هو مش كل نهار حد معناها عندي موعد، أما على خاطر احنا عندنا توا زيارات الحكومة للولايات فهي ذوما الكونفدرالية كونكت كونفدراسيون دي زنتربريز سيتويان حابوا يقابلوني قبل ما نمشيو لصفاقس، خاطر غدوة إن شاء الله قصدينا بلصفاقس. نهار الوحيد اللي عندكم نهار لحد، خاطر البارح مثلا مشينا لقبلي دونك الوقت شارجي ما لقيناش وقت آخر، قلت لهم كاين شي نهار لحد قالوا لي داكورت. نجموش نعرفوا شنو أهداف اللقاء هذا بالضبط؟ والله سري لا معنا حتى شيء سري، أنا باش نشوفهم هما شنو اللي باش يحكيو. نتصور اللي باش يحكيو لي على شوية على مشروع تبارورة في صفاقس. مشروع تبارورة في صفاقس. زادة من ناحية أخرى بالنسبة لنا احنا الكونفدرالية هذية مهمة على خاطر أول مرة في تونس ان ريزو دونتربريز اللي يجتمع ويقول اون اي دي زونتربريز سيتويان، يعني يحسوا حس المسؤولية موجود. أنت تحدثت على المشاريع، هل فما اتفاقات دولية ما بين تونس وبلدان أخرى في ما يخص يعني البيئة وحماية البيئة من التلوث بصفة عامة؟ هل صارت اتفاقات مؤخرا ولا فما في المستقبل؟ ساعة لازم تعرف اللي جل المشاريع والبرامج اللي تعدهم وتنجزهم وزارة البيئة من التعاون الدولي. لانه الدعم بالضروره الدعم بالطبيعه التمويل توا اتفاقيات، معناها نجم ناخذوا دعم دولي من غير ما فما اتفاقيات، ولكن فما بعض الاتفاقيات معناها بيلاترال الاكثر، معناها ما بين مثلا ما بين احنا والكوت ديفوار. صح عملنا اتفاقيه في شهر فيفري يمكن باش نتعاونوا ان شاء الله في خاصه في ميدان التطهير. كي نسمع مثلا اتفاقيه ما بين تونس والكوتيفوار، هل نجم يعني نستفادوا من بلد كيما الكوتيفوار بالطبيعه فيما يخص التطهير؟ بالطبيعه ما تسمى تونس كمان من مش ما نقولش من احسن من احسنها معناها، ولا من اكثر البلدان الافريقيه والعربيه زاده اللي عندها خبره في ميدان التطهير، والخبره هذيا اليوم جاي وقت وعندنا خبرات تونسيه معناها كفاءات اللي نجم نصدروها. علاش ليه؟ خاطر البلدان الأفريقية المناخ بطبيعة المناخ مثلا متاعنا أقرب احنا من الأوروبيين، خاطر هو التنمية الكلها فيش معناها حاجة مهمة برشا هي الترانسفير دو تكنولوجي معناها، أما ما يلزمش تعمل ترانسفير كيف ما هو تجيبها، يلزم تأقلمها لادابتاسيون متاعها في البلاد اللي انت ماشي لها، واحنا معناها تونس تجي في الوسط. احنا تونس نحبوا نصدروا خبرات تونسية، ولكن زاد في نفس الوقت نحبوا نستفيدوا من خبرات أجنبية. هل فما زاد تعاون في الإطار هذا ما بين خبرات تونسية وخبرات أجنبية، خاصة نحكيو من البلدان المتقدمة بطبيعة الحال؟ بالطبيعة تونس معناها استفادت بها الحكاية هذه ومازالت تستفيد بها، مي هاني تنجم تقول أين الأوان باش زادة احنا كيف ما احنا نستفادوا، اذا كان احنا عندنا خبرة علاش لا زادة نعاونوا بها. اكيد فيما يخص النقطة اخرى فيما يخص الدستور التونسي، هل فما مقترح من طرف جمعيات او وكالات او حتى وزارة البيئة لقانون سن قانون يخص حماية البيئة من التلوث؟ قانون يكون واضح، قانون حتى يكون ردعي إذا يلزم، لأنه نعرفوا أنه ممكن الناس تهتم بحاجات أخرى أكثر من البيئة، ولكن إذا تصير تغيرات من ناحية البيئية، تغيرات مناخية، ممكن حتى كوارث لا قدر الله طبيعية، حتى من الناحية الغذائية يصير عدم توازن، معناتها البقية الكل معناتها ينجم يأثر على الاقتصاد ويأثر على جميع المجالات.
بالطبيعة هما القوانين موجودة راهو ما عندنا ثغرات فيهم صحيح. الآن الوزارة بصدد قاعدين نقدوا في مجال البيئة معناها بشكل يبدا عندنا هذا من ناحية القوانين كيف فما استصدار بعض القوانين والمواصفات زاد قاعدين نحينوا فيهم. من ناحية أخرى الوزارة زاد قدمت اقتراح للمجلس التأسيسي باش اللي دسترت الحق في بيئة ومحيط سليم. اللي نعرف زاد فما برشا جمعيات المجتمع المدني قاعد يخدم في الحكاية هذه كيف وفما مقترحات تقدمت للمجلس التأسيسي زاد. هل القانون هذا يعني كان فسرونا يعني فما فرق بين القانون والدستر؟ مقترح انتم ما قلتوا مقترح على الاقل القانون. فما لجنة البيئة في المجلس التأسيسي معناها احنا بتبيع متنجم انت كان تقدم مقترح للسادة الاعضاء هما اللي الديتاي انا منجمش نعطيه معناها فيه يلزم يعني معناها تتحط في الدستور اللي عندنا الحق في بيئه ومحيط سليم اللي يلزم يسر معناتها مدام الحوكمه الرشيده نتاع المواد الطبيعيه مثلا حقيقة. الماء بالاخص المياه العميقه الغير متجدده نستعملوها ولكن برشد يلزم نخليه منها للاجيال القادمه خاصه مش كان الماء معناها التربه كيف باش نحكيو زاد كيما قلت الحد من التلوث على الحد من التلوث اكيد معناتها نجمو تكون فما قوانين ردعيه للمصانع او معامل تعمل برشا تلوث انه حتى تكون فما فيها يعني فلوس ولا ضرائب بطبيعه الحال للشركات للمؤسسات للمصانع ولا المؤسسات هذيا. هل هذا موجود في مقترح نتاعكم؟ هو ديجا موجود معناها فما قوانين لا يطبق ولكن للاسف احنا الغايه مش باش ناخذوا فلوس معناها من عند الشركات على خاطر اللي صار في بعض الاحيان كونهم يخرجوا المراقبين نتاع الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط يشوفوا ان فما تلوث مثلا اصطناعي من مؤسسه صناعيه يعطيه الاخطيه حتى تكون شي مثلا 50 مليون هو هذيك يحسبها في البيدجي نتاعو كل عام يعرف اللي 50 مليون باش يدفعها اخطيه معناها يدخلها في الشارج نتاعو. بالطبيعة احنا موش هذا الهدف نتاعنا معناها يلزمنا نلقاو حل فيه ردع وفي نفس الوقت معناها الردع يلزم يوصل الى نتيجة وهذايا فما لي ديزيكسبير قاعدين يخدموا فيها بالطبيعة على حكاية. واضح. شكرا لك. شكرا يا عشق. من قدام وزارة البيئة نصل نهاية يوميات سياسي بالنسبة لليوم أكيد يوميات مامية البنا مازالت باش تتواصل في ظل الحركة السياسي اللي تعيش فيها بلادنا مشكورة اللي كنا حاضرين معها اليوم نهار كامل شفنا سياسي كيفاش يعيش يوم الراحة متاعه نهار الأحد هو بحق يوم راحة وإلا لا هذا اللي شفناه اليوم مع مامية البنا وزيرة البيئة إن شاء الله نتقابلوا معكم كما العادة في يوميات سياسي مع سياسي جديد على العالمية التونسية شكرا لكم.